يفتقد الى شخصيه القائد وشخصيه صانع الالعاب في وسط الملعب، ولكن الاداء مشرف وده انجاز كبير جدا بيحسب لنادي الاهلي على الاداء المشرف والرجولي اللي قدمه النهارده رغم فرق الامكانيات الكبيره. انت بتلاعب فريق عنده اسماء عالميه، فريق يعني من الحارس المرمى للمهاجم مفيش واحد فيهم غلطه زي ما هم بيقولوا، اللمسه من رجله زي ما هم بيقولوا جون. الحقيقه جماهير الاهلي مبسوطه وفرحانه بالنادي بتاعها. الهدف اللي جاي للنادي الاهلي القادم هو ان هو يحقق المركز الثالث، وجماهير الاهلي بتطالب النادي بذلك. الاداء اللي قدمته النهارده يصححوا من اخطائهم اللي موجوده. في صحيح كانت في ناس بتتمنى ان الاهلي يعني يخسر بنتيجه كبيره ويفضلوا النهارده يحفلوا عليه، بس الحمد لله الاهلي شرف جماهيره والجماهير راضيه، ونسيب الفرق الثانيه بقى يعني اللي عايزين يحفلوا براحتهم ويخليهم هم في الدوري بتاعهم ويركزوا فيه ويلعبوا بقى اي فرقه ثانيه يعني يحافظوا على نتائجهم. يعني مش عايزين نقول القضيه ممكن والكلام ده، صفحات الفيسبوك دلوقتي شغاله يعني بين الفريقين، يعني ما شاء الله بين جماهير الفريقين. الحقيقه ده اخر كلام بالنسبه لموضوع النادي الاهلي. مبروك ليكم وشرفتونا رغم الخساره اللي انا شايفها مرضيه ومتوقعه، وكله كان متوقع هذه الخساره لفريق نادي الاهلي. النهارده هنتكلم في موضوعنا المهم والاساسي عن العنف الاسري. الحقيقه دائما بيتهم او المجتمع بان هو مجتمع ذكوري، وده دائما هذا الاتهام بيوجه للمجتمع. الحقيقه انا عايز بس يعني افرق بين حاجتين، بين الذكوريه وبين الرجوليه. معروف ان الذكوريه دي النوع والرجوليه دي الصفه، ونادرا جدا لما تلاقي ان في شخص راجل. لان بتكلم الكلام ده ليه؟ لان انا النهارده وانا بحضر الحلقه انا بصراحه يعني مش عارف اجيبها ازاي او هتكلم في ايه بالظبط تحديدا في النقطه دي او هنطقها ازاي. يعني انا بصراحه انكسفت من الاحصائيات اللي بتتكلم، احصائيات صادمه جدا. انا بتكلم عن العنف الاسري. طبيعي المعروف والمعتاد ان يكون في عنف الرجل ضد المراه، لكن غير المعتاد او غير اللي انت بتسمعه الاذهان او ان في راجل ينضرب ازاي. الاحصائيات الصادمه اللي صادره ان مصر بتحتل المركز الاول، مصر تحتل المرتبه الاولى في نسبه العنف المراه المصريه ضد الرجل. تخيل يعني مش عارف يعني ازاي بنسبه 28%، وان 66 مش عارف يعني مش مصدق لحد دلوقتي 66% من الرجال بيتعرضنا للضرب من ازواجهن. يعني بالرغم ان في قانون دلوقتي تم طرحه او مشروع قانون بيتم طرحه في مجلس النواب من النائبه امل سلامه بتتحدث عن ان هي يعني ترفع العقوبه من 3 لـ5 سنوات ضد الرجل اللي بيضرب زوجته، لانه بتقول في 8 يعني في احصائيات بتتحدث ان 8 ملايين امراه بتتعرض للضرب. الحقيقه انا فاتح هذا الموضوع مع ضيوف اللي مشرفينا النهارده، المحاميه اسراء محمود عضو الكتله الشبابيه لمحامين مصر. نورتنا وشرفتنا يا فندم، وربنا يعيننا النهارده في هذه الحلقه. يعني انا خير يعني ان شاء الله. احصائيات النهارده سيادة المستشار بدر عبد المحسن المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله، نورتنا. الله يبارك فيك يا استاذ محمد، ربنا يخليك. انا مصدوم بصراحه. انا مش عارف يعني المفروض احنا بنتكلم الاحصائيه دي مظبوطه؟ الاحصائيه دي صادره من مركز يعني المرتبه الاولى على العالم، يبقى دي كارثه. الاحصائيه ومصريين كمان مركز البحوث الجرائم التابع للامم المتحده. انا اشكك في الاحصائيه دي يا استاذ محمد. حضرتك يعني لا صحيحه. مش عارف صحيحه. انا مش كده بقول لحضرتك، ربنا يعيننا النهارده. دي كارثه، ربنا يعيننا في الحلقه يا استاذ بدر. دي كارثه مع الاستاذه اسماء النهارده، يعني الاستاذه اسراء ربنا يعينها. ربنا يكرم بامرك. عايز نتكلم في هذا الموضوع. تمام. حضرتك شايف ايه اسباب انتشار العنف الاسري؟ تمام. عايزين نتكلم بقى في الشقين. تمام. من الرجل ضد المراه ومن المراه ضد الرجل، بالرغم انه مرفوض دائما يعني من المعتاد والمعروف دائما خلاص الرجل بيضرب زوجته معروفه دائما وده الامر الطبيعي. اما الامر المخالف ان الزوج ينضرب من زوجته يعني. تمام تمام. طبعا هي العنف يا استاذ محمد ليه عدة أسباب. أولا البيئة اللي بينشأ فيها الفرد. طبعا لو البيئة اللي بينشأ فيها الفرد بيسودها العنف، يعني ولد شاب وتربى إن شاف والدته أو والده بيضرب والدته، الطفل ده هيكبر ولما يتزوج نفس اللي كان بيتعمل في والدته، إن والده كان بيشوف والده يعني نظام تقليد، هيضطر يضرب زوجته. مش هيضطر، هو اتعود على كده أو شاف المنظر ده طبيعي. وبالتالي البيئة بتحكم، البيئة اللي بيتربى فيها الفرد أو الطفل. الأمر الثاني المستوى الاجتماعي والاقتصادي. طبعا في الغالب العام كلما زاد المستوى الاجتماعي والاقتصادي للشخص كلما زاد
يعني رقيه شويه، تحضره شويه، تمدينه شويه. طبعا ده الكلام ده فيه استثناءات، وبالتالي بيقل العنف. غير المستويات الاقتصاديه او الاجتماعيه المتدنيه، طبعا القاعده دي لها استثناءات، مش كل راجل غني او ذو منصب اجتماعي او مركز اجتماعي مرموق بيعامل زوجته كويس، ممكن بيتعدى عليها بأسوأ الالفاظ وبالضرب وبالاهانه والحط من كرامتها والاقلال من شانها، وممكن راجل حالته الماديه على قد سواء اجتماعيا او اقتصاديا، ولكن بيعامل زوجته بمنتهى الاحترام وبمنتهى الادب، وبالتالي احنا بنتكلم في الغالب الاعم. الامر الثالث طبعا مرتبط بالعمر بتاع الشخص. طبعا بعض الاحصائيات والدراسات ان الشباب في فتره العشرينات والثلاثينات بيبقى اكثر، اولا القوه الجسمانيه بتبقى بالنسبه لهم يعني صحتهم تمام الحمد لله، وبالتالي ممكن يتعدوا على زوجاتهم، عكس الناس اللي 60 65 تلاقي الحالات التعدي قليله. بالاضافه ان الشباب بيبقى في موضوع الغيره والشك، يعني لو الشاب شاف مراته بتتكلم مع زميلها في العمل في امر من امور العمل او الشغل او الوظيفه بتاعتها، ممكن يعتقد ان في علاقه ولا في حاجه بينها وبين زميلها، ممكن يتعدى عليها ويعنفها. في حاجه ثالثه رابعه، الاطفال، كلما زادت عدد الاسره، يعني لو اسره يا استاذ محمد 7 8 عيال، 7 8 اطفال دول محتاجين رعايه، ماكل ومشرب وملبس ورعايه صحيه، الحاجات دي بتطلب امكانيات ماديه، الامكانيات الماديه دي بتكون سبب رئيسي في الخلاف بين الزوج والزوجه. مع الازمه الاقتصاديه والغلاء، انا في اعتقادي ان 90% من المشاكل او العنف او معدلات العنف بين الزوج والزوجه اساسها اقتصادي بحت، يعني انا في اعتقادي حوالي 90%، 10% ممكن اسباب سنويه اخرى، ولكن السبب الاقتصادي ده سبب رئيسي في انتشار العنف او في تعدي الزوج على زوجته. انا بس في تعقيب على النقطه دي. تمام، حضرتك بتتكلم ان عدد افراد الاسره وعدم تنظيم الاسره بتحمله جزء، تمام، فعلا يتحمل جزء، بس لكن الارض على الواقع الطبيعي، تمام، بتجد ان ايضا ان مش شرط ان الاسره مكونه من 7 افراد بيبقى فيها عنف، احيانا في اسره ما يكونش بينها اطفال بتجد الزوج بيمارس العنف ضد زوجته. تمام، انا بس هرجع اكمل مع حضرتك، بس لازم اخد راي الاستاذه اسراء في هذا الموضوع. حضرتك شايفه العنف ازاي، وهل في انواع للعنف ضد المراه ولا العنف هو شكل واحد؟ لا اكيد طبعا العنف ليه انواع كتير. ضد المراه في العنف الجسدي، في العنف اللفظي، في العنف النفسي، في الاقتصادي، في الصحي، ليه انواع كتير يعني العنف اللي بيتمارس على الزوجه من قبل الزوج. طبعا العنف الجسدي ان هو يعتدي عليها بالايد او بالرجل، ان هو يديها بالرجل او بآلة حاده. العنف اللفظي ان هو دايما يعتدي عليها بالسب والشتائم، وان هو يقلل من شأنها ومن قدرها وكده. النفسي برضو ان هو دايما يهز ثقتها في نفسها، انه يقلل منها ان هي ملهاش قيمه، ان هي ولا حاجه. فده طبعا النفسي ده كمان اشد، يعني الجسدي يعني اثاره على الجسم، لكن النفسي ده في النفسيه ده ممكن يؤدي لاكتئاب وبيؤدي لمشاكل كتير جدا. تمام. في تاني العنف اللي هو الاجتماعي، ان الزوج يرفض ان الزوجه تنزل لمجال العمل، ان هي تمارس حقوقها في العمل او في التعليم، ان هي مثلا ممكن زوجه تكون هتكمل تعليمها وكده، ان هو يرفض ان هي تكمل يديها الحق ده. في العنف الصحي، ان الزوج يرفض ان هو يصرف عليها في علاجها لو كانت تعبانه او مريضه اثناء الحمل، يرفض مثلا ان هو يجيب لها العلاج. بس ده نادرا. لا في بيحصل، مفيش يعني نادرا ان الزوج يرفض ان هو يصرف على زوجته في كذا كانت تعبانه. لا في والله في كتير الحالات دي احنا شفناها كتير يعني موجوده. يعني في زوج لا هو بيعملها لها من ناحيه ان هو بيأدبها، يعني هو بيعمل كده. لا اذا كان في خلافات. يعني لا في حاله الخلافات. ما هو اكيد، ما هو لو يعني لو مفيش خلافات مش هيوجد العنف، مش هتكون ساكنه معاه يعني، اكيد ده بيلجا لهذا الموضوع لما يكون مثلا غضبانه زي ما هو ده، عشان كده هيبقى عنف. ما هي مش موجوده معاه عشان كده بقى عنف. لكن لو هي موجوده معاه اصلا وكويسين مع بعض ومفيش مشاكل ولا اي حاجه، بالتالي مش هيكون في العنف الصحي ده، مش هيتوفر يعني. فبيتوفر في حاله بقى زي ما حضرتك قلت كده، ان هي مش معاه او في مشاكل. فانواعه كتير، واللي هو الاقتصادي برضو، ان الزوج يمنع النفقه عنها.
ان هو بقى انا اللي في ايدي المال وانا اللي في ايدي كل حاجه، فخلاص انا هسيطر بقى ومش هصرف عليكي ولا على الولاد. فده برضو عنف اقتصادي. ان هو يعني بيقول ناس السيد في كل حاجه. بالظبط بالظبط. طبعا المجتمع اللي احنا فيه يعني عامل بقى ان الراجل هو السيد. طبعا الراجل راجل في انه يكون راجل لزوجته مش راجل على زوجته. في فرق يعني. في رجاله فاكره ان انا راجل بقى ان انا افرض سيطرتي على مراتي وابقى شديد عليها وقوي واعتدي عليها. لا، ربنا ما قالش كده. يعني ما ينفعش، لازم يكون في احترام متبادل. الاولاد عشان بعد كده ما بقاش نفسيتهم بيكون لهم تاثير سلبي على الاولاد. نفسيتهم نفسيه الاطفال طبعا بتتعب بتشوف كده وهيتكرر تاني بقى لما الاطفال تكبر ويتزوج الطفل ده او البنت. يعني نفس اللي حصل في بيت في بيتهم هيتكرر تاني. فالمأساة هتتكرر تاني. المأساة هتتكرر تاني. استاذ بدر، من ضمن الاسباب حضرتك تحدثت ان الوضع الاجتماعي الوضع الاقتصادي، هل في اسباب اخرى طبعا للعنف ولا هي تقتضي في هذا الامر؟ يعني طبعا في اسباب طبعا. بص حضرتك يا استاذ محمد، موضوع الثقافه، موضوع التعليم. الثقافة أو المركز الاجتماعي، أحيانا تكون الزوجة في مركز اجتماعي مرموق أو في وظيفة في العمل مرموقة. الأمر ده ممكن يصير ضغينة الزوج وبيديه شعور بالنقص أو الدنيا، وبالتالي عايز يعوض الموضوع ده إنه يتعدى على زوجته. على اساس ده المفترض ان هو مش كل الازواج، في ازواج بتشجع زوجاتها لما بتكون في مركز اجتماعي او في مركز في وظيفه هامه بتشجعها وبياخد بايدها لغايه ما ربنا يكرمها وتعلى وتنجح. ولكن مش كل الناس بهذه الطريقه. ادمان برضو الزوج للخمور والمخدرات وشرب الكحوليات او الامور دي بتخلي الزوج بيكون مغيب وبيتعدى على زوجته وبيعنفها، وممكن يوصل لجرائم قتل كمان. مش مجرد ضرب فقط او جرح، لا، ممكن يضربها ببقالة بنار، يدسلها السم، وسائل كتيرة طبعا للتعدي او العنف على الزوجة. بالاضافة لحاجة الاستاذة اسراء قالتها، احيانا بالنسبة من ضمن انواع العنف، العنف الاجتماعي، العنف الاجتماعي ان هو يمنحها انها تنخرط في المجتمع، يمنحها انها تزور اهلها، تزور اقاربها، تزور اصحابها، يمنحها ان هي في بعض قرارات مصيريه للاسره المفروض الزوجه باعتبار شريك اساسي في الاسره المفروض ياخد رايها. للاسف بيتعمد ان هو يلغي رايها على اساس انه يحط من قدرها وكرامتها وبيقلل من شانها. ده كل الامور دي حضرتك كده متفق مرفوض مع الاستاذه اسراء. لا، مش في كل حاجه. انت هتعترض معايا؟ مش في كل حاجه. ما هو في احيانا الزوجه برضه بتحب تفرض رايها. لا، ما هو يعني ما هو الزوج يقول لك والامر شورى بينكم. الامر شورى بينكم، شورى في كل المسائل، في حاجات، في اشياء، في حاجات برضو يعني بتفترض ان الزوج اعلم بيها وادرى بيها، على اساس ان الزوج برضو في الغالب العام بيحتك بفئات كتيره من المجتمع، بيسافر، بيروح هنا وهنا. دائما بتلجا الى حلول مشاكلها الى العاطفه، الى قلبها. يعني تمام، ممكن ما يكونش على درايه كامله بما يحدث في الخارج. تمام، هي تمام. دائما بتحكم على الامور بالعواطف. تمام، او ما عندهاش احتكاك بالظروف الخارجيه. حضرتك احنا بنروح وبنسافر وبنشوف نماذج كتيره، والعواطف دائما فيها تمام خطأ. مش كل العواطف بتبقى مظبوطه. انا حضرتك ممكن هي بالعاطفه بتاعتها تعمل تصرف معين، التصرف ده ممكن يضرها ويضر اسرتها. الراجل عشان بيحتك وعارف النماذج وبينزل الشغل وبيحتك نماذج وعارف الدنيا ماشيه ازاي على زي ما تقول الاستاذ اسراء، وبالتالي هو اقدر شخص ان هو يحل الامور دي. استاذه اسراء، في مشروع قانون مقدم من النائبه امل سلامه عضو لجنه الاعلام والثقافه مجلس النواب، طبعا حضرتك تابعت هذا الموضوع. أكيد. هذا المشروع اثار جدل كبير في المجتمع المصري. اولا انا عايز اخد راي حضرتك في هذا المشروع اللي بيقتدي او بيطالب بان يتم حبس الزوج اللي بيضرب زوجته، عقوبته تصل الى 5 سنوات. عايز اخد تعقيب حضرتك في هذا الموضوع. اولا تمام، انت شايفه مشروع القانون ده ازاي؟ هل هو عادل او قانوني؟ او يعني بين حضرتك بقى العنصر النسائي معايا في الحلقه، هل ده يعني هيزود من حقوق المراه ان هي تحصل على كامل حقوقها ولا ايه؟ بص حضرتك، هو انا شايفه ان اللي يغلط ياخد عقوبه، سواء
الزوج اعتدى او الزوجه، تمام؟ هي دلوقتي بتناقش ان هو اصلا هي عايزه تعدل الماده من قانون العقوبات اللي هي 242، صح، اللي هي اقصى حاجه سنه وغرامه ماليه اقل حاجه 10 جنيهات تمتد ل 200 جنيه 200 جنيه. فاحنا عايزين، الاستاذه امل قالت ان من 3 سنين اقل حاجه لخمس سنوات. طيب ما هو في حالات يعني الزوج مثلا ادى زوجته بالقلم هيتحبس 3 سنين لخمس سنين؟ يعني ما ينفعش. فاكيد هيكون ليه شروط معينه، يعني مش هتبقى يعني على يعني ليها شروط انه عشان ياخد الحكم ده او يتحكم عليه كده. لكن انت موافقه؟ مش موافقه. وما هو انت يعني انت موافقه بس على اساس شروط، على حسب الجرم. يعني على حسب الواقع، يعني الحادث اللي هي حصل فيها، يعني جوزها عمل لها ايه. يعني يجيش مثلا اداها بالقلم هنسجنه، ما هو في اسره برضو وراه، في اطفال وفي بيت. لما الزوج هيتسجن طب وبعدين البيت ده هيمشي ازاي؟ تمام. فعلى حسب الجرم اللي تم ياخد العقاب بتاعه. ما هو طبيعي القانون بينص ان هو بيعاقب اي زوج يعني عمل عاهه مستديمه. ويكون في قانون، في قانون بيعاقب في اثباتات على اذا ده. اذا وصل اذا تسبب في عاهه مستديمه طبعا في قانون بتحول القضيه على ما اعتقد. يعني فانا بتكلم في وده كده، هيخلي ايه مدى الاستفاده من هذا القانون؟ يعني ما ده هيخلي الزوج قبل ما يقدم على الفعل ده ان هو يأذي زوجته يفكر بقى، يعني انا هيحصل فيا ده فهيفكر شويه، يعني هيعقل شويه ولا يخلي الزوجه يعني. ولا يخلي الزوجه بقى لا 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 تتربع كده وتاخد حقها وتقول له القانون مستنيك لو غلطت بس فيا. لا لا، هو المفروض ده هيخليه يفكر الاول ان وراه اسره، الاسره دي كلها هتتدمر. يعني هو قرار في ايده، هو نمشي باحترام ونمشي كويس، مش هيحصل كل ده. انا بقى عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضل. هل ليه دائما المراه بتحمل يعني السبب على الزوج، في حين ان هناك زوجات مش ملايكه بيكونوا السبب الحقيقي في كل المشاكل؟ اكيد ممكن، يعني مش عايز اقول لحضرتك العنف مرفوض او ضرب الزوجه مرفوض، بس احيانا بتخرج الزوجه عن شعوره، عن شعوره بتخليه يعني يمد ايده يصل لهذه الدرجه. انا عايز تعقيب حضرتك على الموضوع ده، يعني ازاي يعني مش كل المراه ملاك؟ يعني اكيد زي ما مش كل المراه ملاك، مش كل الرجاله ملاك. اكيد في زوجات بتوصل الزوج لان هو يمد ايده عليها او يتعصب عليها، بس يعني في تلك الحالات ما نتمناش ان الامور توصل لمد الايد. في اطفال وفي حاجات، كل ده يعني اثاره النفسيه وحشه جدا. فحته ان هو يمد ايده عليها دي عشان ما فيش لغه حوار. يعني لو في لغه حوار وبنتفق، انا مثلا لو هو سبب اصلا مشاكل عموما اقتصاديه اللي هي الماده الفلوس. تمام. فلو في لغه حوار الاول ما بين الزوج والزوجه، انا دخلي كذا، امكانياتي كذا، في يعني في صراحه وفي وضوح، والزوجة عاقله مش هيحصل. والزوج عقله نحط تحتها 500 مش خط، مش هيحصل ده، مش خط واحد. وفي ازواج طبعا بتخبي، بتتطلع. لا وبتخبي على زوج، يعني بتخبي بيخبي عن زوجته دخله ايه، هو عنده ايه، مصدر دخله ايه، بيدخل له كام. فاهم حضرتك النقطه دي؟ يعني دي نقطه مهمه جدا، يكون في صراحه، فبالتالي هيكون في اتفاق، فبالتالي مش هيكون في مشاكل. ان الامور واضحه ان احنا بنعين بعض على الحياه عشان الحياه تمشي، مش واقفين لبعض على واحده وعلى المشاكل والكلام ده كله. تمام. بس يعني المراه بريئه في كل الاحوال؟ ما قلتش بريئه، انا بقول لازم يكون في متفقين. في صراحه، في حوار عشان ما يحصلش مشاكل. طب هناخد بس اتصال هاتفي. استاذه منى اتفضلي حضرتك. استاذه منى. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استفسار حضرتك يا استاذه منى. اتفضلي. اهلا وسهلا. الحمد لله، معاك منى السيف، معلم اول الف رياض اطفال من كوم حماده البحير. اهلا بحضرتك يا استاذه منى، اتفضلي حضرتك. حضرتك انا ام لطفله اسمها الزهراء احمد ابراهيم عبد الونيس قبيل. البنت دي انجبتها سنه 5/1/2011. تمام. انفصلت عن باباها سنه 2015. تمام. هو باباها ما كانش بيصرف عليها نفقه ولا حاجه، انا كنت بربيها وهي حاليا معايا في المدرسه مقيده وعايشه معايا في البحيره. جه باباها نزل زياره عشان يشوف بنته، كان عاده وليه بنتين في كفر الزيات كمان، بعتها له يزورها عادي رؤيه يعني عادي، راح اخدها ونزل بقى على مصر. فقلت له انت واخدها ليه؟ قال لي عشان حكم النفقه لازم تتنازل عنه. قلت له يا سيدي مش مشكله، انا مدرسه واقدر اصرف عليها ما فيش مشكله. رحت له بحكم النفقه في نادي الجيزه للمعلمين وعملت لايف من هناك، وقلت له انا عايزه بنتي، قال لي لا ما انتش واخداها، ده البنت هشغلها خدامه في البيوت في مصر. لا دلوقتي انا معايا اسمها الزهراء احمد ابراهيم، عندها بالظبط بدات يوم 5/1 ده اللي فات ده 10 سنين. تمام. انا معايا حكم ولايه تعليميه ومعايا حكم نفقه وعايشه في بيت لوحدي في البحيره وعايزه بنتي تيجي مدرستها. انا حتى لما خدتها في شهر 4
حبيت اجس نبض اشوفه هيهتم بتعليمها ولا لا، فقلت له قدم البحث للبنت عندك طالما انت عايز تعلمها. فقال لي انا بس في سؤال عايز اساله لك يا استاذه منى، ثواني بس، حضرتك هل تقدمت باي بلاغ؟ لان كده البنت في حضنتك. تمام. هل تقدمت باي بلاغ؟ ايوه يا فندم، القانون موجود. قدمت في مركز كوم حماد، قدمت بلاغ في مركز كوم حماد. تمام تمام، احنا معانا الاستاذ بدر هيوضح لحضرتك الخطوات اللي هتستكيها صح عشان تاخدي حقك. اولا هي البنت في سن الحضانه، وبالتالي نص الماده 292 عقوبات. الزوج لو امتنع ان يسلم البنت طالما في سن حضانه والدتها بيتعاقب بالحبس. نص الماده تعمل محضر وتعمل قضيه، ولو ما سلمش هي طب هو من محافظه القانون تانية. نعم هو من محافظه ثانيه، يا استاذ توصل له ازاي المشكله؟ هي من تعمل له محضر وهو نزل القاهره، هو نزل في القاهره ليه محل اقامه في القاهره، ليه محل اقامه في اسيوط، في اسكندريه ليه محل اقامه، هتعمل له محضر والمحضر ده هنروح النيابه وهيتعاقب وفقا لنص الماده 292. وطبعا هتنزل جلسه وهياخد حكم وتعمل له ضبط واحضار. ساب القاهره وراح قاعد في اسكندريه، راح قاعد في كفر الشيخ، راح قاعد في مطروح، يتعمل له ضبط واحضار على المكان اللي يعني مش يعني هو لو الواحد ساب المكان ده مش هنعرف نجيبه؟ لا مخبرين وراح لا لا ما هو لا ما عشان يتجاب. ما ازاي انت دلوقتي بنت في سن الحضانه وبتاخدها من حضن امها، خدت بال حضرتك يبقى يتجاب يعني. دي برضه من ضمن وسائل العنف ضد المراه يعني زي ما حضرتك اتكلمت فيها يعني. محرمة ان هي تشوف بنتها. انت اتكلمت ده من اسباب العنف. عايز ارجع للقانون، هل هذا القانون سيساهم من حد من العنف ضد المرأة ولا لا؟ وخاصة ان سيادة النائبة بتتحدث ان العنف ضد المرأة ساهم بنسبة كبيرة في الطلاق. انا ليا وجهة نظر بس مش عايز اتكلم فيها، عايز اسمع وجهة نظر حضرتك. ده حضرتك اصلا دلوقتي يعني اخر احصائية للمجلس القومي للمرأة بتقول ان 86% من النساء بيتعرضوا للعنف من الازواج. فدي نسبه كبيره جدا، يعني نسبه كبيره جدا 8 جدا. 8 ملايين مرأه مصريه. لا و86% من 86 من زوجات. دي نسبه كبيره جدا. فاحنا عايزين نحد من الموضوع ده. يعني القانون ده هيحد من العنف؟ هو اكيد هيحد طبعا. ما انا بقول لحضرتك هو هيحد، بس لازم عشان يتطبق يكون ليه شروط، مش هيبقى كده على المشاع، لا لازم يكون ليه شروط ان اطبق عليه في الحاله دي، ان انا اطبق عليه القانون ده. ما يبقاش الوضع يعني ان اي حد زي ما فهمتك يعمل لزوجته حاجه بسيطه يحصل له ده. لكن هو هيحد طبعا. هيحد من الموضوع ده. استاذ بدر، هل نصوص القوانين اللي موجوده حاليا مش كافيه؟ انا شايف ان كافيه، وشايف المقترح بتاع سياده النائبه منال سلامه. القانون كافي، نص الماده 240 و241 و242 بيعالج جميع الحالات. بيعالج الضرب المبرح اللي بينجم عنه عاهه مستديمه. العقوبه من 3 لـ5 سنين. تمام. وفي حاله اذا كان في سبق اصرار وترصد وتربص، العقوبه الاشغال الشقه من 3 لـ10 سنين. اظن دي عقوبه كافيه يعني، ما احنا قلنا الجرم او العقاب على قد الجرم. طيب لو الضرب او الجرح ده نشا عنه مرض او عجز على الاشغال الشخصيه للفرد، بيعاقب المتهم بالحبس مدة لا تزيد عن 2 سنين. اولا انت فاكر يا استاذ محمد السنتين ديت انت راح تتفسح في السجن؟ يعني هو الواحد اللي بيتحكم عليه بـ2 سنين، هو فاكر الواحد يعني ربنا يكفينا شر السجن؟ الواحد اللي مش متعود على السجن لو راح دخل الحجز وقعد 24 ساعة هيتأدب. هيتأدب. الموضوع مش بالسهولة. ومش يعني مش بالسهولة. وبالتالي انا شايف ان نصوص قانون العقوبات كافي للحالات بتاعت الضرب والجرح، وما فيش داعي للمقترح ده. المقترح ده او التعديل ده ممكن يجيب نتيجة عكسية. ممكن يجيب نتيجة عكسية، ان العنف يزداد، وممكن حالات الخلع والطلاق لما الزوج يتحبس 5 سنين. طب ما الاطفال هيشربوا، اصلا هيخرج مش هيبقى خارج ناقم على الاسره وعلى الزوجه وعلى اولاده. لا وكمان في حاجه وهيتشرد يعني، والاولاد هيتشردوا. انا شايفه من وجهه نظري ممكن ترفع في معدلات الطلاق ان الزوج اتحبس، فالزوج يقول لك انا طالب بحق في الطلاق، وده هتاخد حكم الطلاق بكل سهوله جدا، وده امر تاني. تمام. تمام كمل. وبالتالي انا لا اؤيد هذا المقترح. نصوص قانون العقوبات الحاليه 240 و241 و242 كافيه. وبالتالي ما فيش داعي للامور دهيت. الامور لازم يكون في اعتدال في حقوق والتزامات. ما تجيش طرف على حساب طرف. انا شايف ان الزوجه وفقا للقانون الاحوال الشخصيه واخده جميع حقوقها.
واخده جناح ورا. هو امال دايما بما يرضي الله عايزين حقنا بما نتساوى مع بما يرضي الله. اولا اولا دلوقتي لما بتيجي زوجه بترفع قضيه على زوجها بترفع نفقه بترفع خلع لو عايزه خلع بترفع طلاق لاي سبب من اسباب الطلاق بترفع قايمه منقولات يعني جميع الحقوق بالنسبه للست يعني بتاخد حقوقها ما فيش اي مشكله بالنسبه لها وبالتالي يعني يعتبر الزوج حقه مهضوم يعتبر الزوج حقه مهضوم في الموضوع ده وبالتالي يعني الزوجه كفايه الاقتراح ده بلاش منه هنرجع ونشوف الزوج حقه مهضوم ولا الزوجه اللي حقها مهضوم بس بعد الاتصال ده تمام استاذه توبه من اسوان اتفضلي حضرتك توابه من اسوان توابه استاذه حضرتك اتفضلي حضرتك توابه من اسوان اولا انا بشكر السيد الرئيس جابر الخواطر اللي هيطور العشوائيات ربنا يخليه ويبارك فيه اللهم امين يخليه لكل المصريين هو وكل مؤسسات الدولة ربنا يبارك فيه اللهم طب استفسار حضرتك نعم. اتفضلي نعم استفسار حضرتك اتفضلي حضرتك انا بسأل السيد الزميل الفاضل انا محامية من اسوان بسأل السيد الزميل الفاضل انا للاسف بيتم التشهير والتشنيع علي من واحدة ست كانت مشغلة 34 اخواني عندها من بعد انا ما قمت عملت فيهم محضر في امن الدولة من ساعتها والست دي عاملة حملة تشهير علي قوية جدا بيستعينوا بالحرامية والشواذ للكذب والافتراء والادعاء بدون دليل فأنا حضرتك أنا مش عارفة الست دي يعني وهل أنا لو قدمت محضر في مباحث الاتصالات هيتحروا عنها وأنا أعرف اسمها واسمها طبعا طبعا يعني طبعا 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 يا أستاذة حضرتك أضرب القانون في بلاغ بتقدميه في مباحث الاتصالات بيوصلوا لو في اي اكونت بيتم التشهير منه بيوصلوا مين صاحب الاكونت ده لو اذ لم يتم غلق الاكونت على فكره فلازم يكون الاكونت شغال يعني استاذ بدر تمام تعمل ايه هي برضو هي محاميه زميله تمام برضو. يعني اصبح الفيس ووسائل التواصل الاجتماعي دي كارثه تانية للاسف ده كانك ده مشكله كبيره ده ممكن شتيمه وقله ادب وحاجات بتحصل لازم يكون يتوضع لها حد عن طريق المباحث اي قصف او سب علني تعتبر مسب علني ما هو الفيس ده الفيس ده كله بيشوفه ملايين بيشوفوه لما واحد يشتم واحد بشتيمه قذره شتيمه لا تطاق المفروض يتعاقب بيتعاقب بعقوبه السب والقصف العلني طبعا. خدت البال معليك وبالتالي تقدم بلاغ للمباحث وتثبت تحتفظ بكل مستند معاه طبعا يعتبر مستند بالحاجات ديت اللي تثبت حقها وبامر الله هتنزل جناح وهياخد حكم يتعمل له ضبط واحضار مفيش اي مشكله بالنسبه للاستاذ هناخد كمان اتصال معانا استاذه اسراء من اسكندريه اتفضلي استاذه اسراء حضرتك انا عايزه نتكلم عن العنف النفسي مش سامع حضرتك بس قولي حضرتك عايزه ايه استاذه اسراء الو ايوه اتفضلي يا استاذه اسراء ايوه حضرتك عايزه نتكلم عن العنف النفسي اتفضلي استفسار حضرتك ايه تمام لما الراجل يحكم على مراته بالإجبار إن هي تعيش مع أهله بالإجبار عاجبك عاجبك مش عاجبك اتفضلي امشي وتمضي كده إن أنت مالكيش حقوق طبعا مع أهله ليكي معاه بتصحي ليكي معاه تنامي تاكلي إيه تشربي إيه ما مش واخدة راحتي في بيتي خالص مع العلم ان جوزي على طول مسافر ما بيجيش الا 3 ايام في الشهر او يا دوبك اسبوع يعني لو جه واهله اصلا مش محتاج اللي يخدمهم يعني صحته احسن مني بياما طب انا بس عايز اسال حضرتك سؤال حضرتك قبل الزواج كنت عارفه ان انت هتعيشي مع اهله ولا لا عارفه ان انا هعيش معاهم بس خلاص الموافقه من البدايه يعني يبقى انت ترتضي بكل شيء مش تعرف ان هي هتعيش معاهم تحت يعني انت مش عايشه معاهم في نفس البيت ليها شقتها لو وانت عارفه ان حضرتك هتعيشي معاهم في نفس البيت من البدايه انا عارفه ان انا بس ليا شقتي لوحدي تمام مش عايشه في شقتك لوحدك لا انا بنطلع على النوم بس الساعه 12 بالليل نطلع النظام عندهم تقضي اليوم اللي هو النظام العائلي المعروف في الارياف عموما ككل يعني أيوة. معروف ان الزوج بيعيش في بيت العيله هي تفضل بقى طول اليوم تحت وتطلع على تمام اسكندريه انا من اسكندريه ومتجوزه في البحيره طبعا ممنوع تشوفي اهلك ممنوع تكلميهم يعني فاهم حضرتك انا عن يعني زي ما تقول نفسيتي خلاص تعبت انا مش عارفه نعمل ايه عايزه نعرف اي اجراء قانوني لما اقدر نعمله خلاص تمام احنا عايزين بقى نروح لحضرتك تمام هي تعمل ايه استاذ يعني عشان امراه زي حضرتك ايه الاجراء اللي هي تعمله وايه برضو نقدم لها حلول خاصه ان انت تتعامل مع زوجها ازاي
في الموضوع اللي زي ده. هي من البداية أنا برضو بسألها، هي موافقة من البداية أنها تعيش في بيت أهله، ومعروف بالطبيعي في الأرياف أو في أن المنزل الأسري أو منزل العائلة الزوجة على النوم على طول فوق، بعد كده طول اليوم في مختلطين بالعائلة، ده المعروف. مش في شقة، هي في شقتها لوحدها بس طبيعي بتبقى طول اليوم مختلطة مع العائلة، يا دوبك الشقة بتاعتها للنوم فقط أو لأي حاجة تانية. بس حضرتك إنه إيه النصيحة اللي تقدم لها، وإيه الإجراء اللي ممكن تسلكه يعني قانونيا؟ لو هو أولا الإجراء اللي هي ممكن تسلكه قبل قانونا، هي تقعد في شقتها، يعني محدش يقدر يجبرها إن هي تنزل. ما هو زوجها بيجبرها وبيهددها، لا هي ليه تسمع كلامه؟ لا يعني تجيب حد من أهلها، حد من عيلتها، حد يعني تدخل حكم من أهله، حكم من أهلها، ده ما يرضيش ربنا. يعني ده ولا ما يرضيش حد، دي إنسانة وليها استقلاليتها وليها حياتها، عايزة تنزل أهلا وسهلا مش عايزة، ده مش إجباري عليها. يعني هي لازم هي اللي يعني تعمل وقفة للموضوع ده. أنا مش نازلة، أنا أنزل أسأل أسلم وأطلع، مش عايزة أنزل منزلش، ده مش وضع إجباري يعني ليها، فده في ايديها، الوضع ده في ايديها. وهو الزوج مع الوقت هيتعود خلاص، مع هي مش عايزه تنزل هيجبرها على حاجه هي مش عايزاها. فهي لازم تكون هي اللي تصمم على كده وتاخد القرار في كده. ما ده احيانا بيوصل للطلاق، تبقى من اسباب الطلاق بعد كده اكيد. في حالات طبعا بيقول لازم تنزلي والامور بقى تخش في خلافات، في خلافات وفي الاخر بتوصل للطلاق. ده برضو ليه وده كوارث موجوده في الكره. ليه اضافه برضو يا استاذ محمد، اتفضل حضرتك، اللي هو الاجبار ان هو بيجبرها ان هي ما تزورش اهلها، ده ده صله رحم، ده من ضمن الاسباب العنف او انواع العنف اللي احنا اتكلمنا عليها، انه يمنعها من زور اهلها، تزور أهل والدها والدتها، البر بالوالدين او صله الرحم، يمنعها من زياره اصحابها او صديقاتها، يحبسها في البيت كما لو كان البيت ده مش 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 بيت منزل زوجيه، كما لو كان ده سجن، يمنعها انها تبدي رايها في القرارات المصيريه. بالنسبه ان هو هي ممكن تطلب منه ان يوفر لها مسكن بعيد عن الاسره، طالما ان في مشاكل، ان في مشاكل بين الزوجه واهل الزوج، يوفر لها مسكن بعيد، لا ضرر ولا ضرر، لا يزعل اهله ولا يزعل زوجته اولاده. ده انا شايف الحل الامثل. ده بيكون مرفوض. طب في حاله ان هو يرفض؟ نعم، ده في ما بيكون مرفوض في بالذات في القرى بالتحديد. انا عندي بيت اهلي وراح وراح اجيب لك بيت ليه تاني؟ احيانا احنا بنتكلم، مش بنتكلم على انا شايف بصفه القريه ولا المدينه يا استاذ محمد. ما هم الاهل، نعم؟ الاهل فين من الموضوع ده؟ هما الاهل اصلا من الاول غلطانين ان هم يوافقوا ان بنتهم تسكن في بيت عيله. طب ما ممكن يا استاذه اسراء ان هو يفهمهم ان هي هتبقى مستقله، حاجه مستقله او حاجه مؤقته، وبعد كده يقعد في مكان تاني، ولكن ده كلام يعني. ممكن يوعدها انها تقعد في لمده سنه في منزل الزوجيه، منزل والده، وبعد كده يوعدها انها تاخد شقه في مكان بعيد، ولكن ده ما بيحصلش. وبالتالي ممكن تطالبه انه يوفر لها مسكن مستقل بعيد عن المشاكل. اذا كان وجودها هيسبب مشاكل ليها والاهله، لو هو شاري بيته واولاده هيعمل نعم. في حاله لو هو عاقل وبيفكر وشاري بيته واولاده هيعمل الخطوه دي. لا، في ازواجنا في ازواج بترفض زي ما هي قالت كده، قالت قال لها عاجبك عاجبك مش عاجبك تمام تمام، اعملي بقى اللي انت عايزاه، خلاص تقعد في بيت اهلها لغايه ما تحل المشكله دي، او يتم التوفيق بين بين جميع، لو يعني يرادوا الطرفين يشوفوا الحل الامثل، يوصلوا الحل الحل الامثل. برضه الحل الامثل برضه وفقا ممكن تقعد بقى في شقتها وفقا برضه لامكانيات الزوج. برضه ممكن الزوج مش في مقدرته برضه ان يشتري في شقه، ماشي، ما انا بقول لك كل حاله ولها ظروفها. في امكانيات انه يشتري شقه بره، يبقى هيريح دماغه وهيبعد وهيمنع المشاكل بين اهله وزوجته. ما عندوش امكانيات، لا يعني سبحان مغير الاحوال كل يوم في شقه. النهارده ممكن الظروف معاه الماديه مش كويسه، ما يقدرش يجيب شقه، بعد كده ممكن يشتري شقه، يكون عنده قابليه لده ويوعدها بده ويطمنها ان انا ان شاء الله من ربنا يسهل والظروف كده، يكون هو عنده قابليه. تمام. انا في سؤال عايز اساله لحضرتك. اتفضل. انا هسال حضرتك بسؤال الشارع او بسؤال الزوج. تمام. هو بيطرح نفسه السؤال ده، ليه الزوجه لما بتتزوج بتطالب ان هي تسكن، يعني ما تحبش تسكن مع اهله، ماشي، في حين ان هي ممكن توافق جدا ان هي تسكن مع اهلها؟ اكيد طبعا هي ما بقى انا عايز افهم بقى عليهم. يعني ليه؟ ما دي اهلك. الاختلاط اصلا بيجيب مشاكل. فهي هي ما عندها استعداد ان هي تسكن في بيت اهلها وزوجها يبقى موجود وقاعده وسط اهلها عادي، هم اهلها ومفيش اي اعتراض. اما لو مع والدته او والده، لا لا لا، مش في حالات مش شغاله خدامه، في حالات فرديه وانا ماليش دعوه بيهم. في حالات فرديه ليه ما تتعاملش مع اهله كان اهلها بالظبط؟ ما في حالات فرديه بتبقى اهل الزوج كمان افضل من اهلها، يعني
يعني في حالات فرديه كده، فاحنا مش هنعممها. لكن ان هي العام بقى واللي الناس كلها عندها عقده منه بيت العيله ده. الاختلاط بيجيب مشاكل، انت نزلتي طلعتي، انت ما نزلتليش النهارده، انت مش عارفه ايه، والتدخل طبعا في حياتهم، انتوا بتعملوا ايه، بتاكلوا ايه، بتشربوا ايه، نمتوا امتى، صحيتوا امتى، فكل ده بيجيب مشاكل. الزوج يجي طلع مراتك ما نزلتيش النهارده، الزوجه نزلت انت اتاخرتي ليه؟ طب وليه؟ احنا من الاول نستقل، ما هو الزواج ايه؟ حياه استقلال. يعني هو كده ان احنا نستقل، يعني بيقول لك اتجوز عشان تستقر. لوحدك انت ما جبتيش ليه على السؤال برضه؟ ايه؟ ليه بيفضلوا بيت ال ايوه عشان تستقل في مشاكل. ما هي مش مستقله في بيت اهلها، ما هو زوجها قاعد معاها في نفس البيت، دي استقلاليه. بس هم اهلها اكيد هتبقى هي مايله لاهلها اكتر اكيد طبعا. بص بص يا استاذ اسراء، حب النفس دائما، مش حب النفس، هو كده ده المتعارف عليه. يعني انا اكيد هحب اقعد مع اهلي، لا بس اكيد مش هحب اقعد مع اهل زوجي. بس لو اهل زوجي ناس يعني يستحقوا ان انا اقعد معاهم، وناس طيبين وناس وناس، هقعد معاهم مش هقول لا. لكن لو في مشاكل يبقى البعد افضل. تمام افضل. بص برضو تعليق على الاستاذ اسراء، لازم نستوعب ان في ال 15 سنة اللي فاتوا في متغيرات حصلت في الريف وفي المدن. كان زمان الستات بتستحمل تقعد في بيت عيل زوجها، مفيش اي مشكله، وكان نسبه الطلاق قليله، وكان في 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 قناعه، في تحمل، في صبر، في جلد. بالرغم ان الوضع قبل كده في العيله كان اصعب بمراحل بالوضع الحالي. حضرتك غير الحاله الماديه، الشغل في البيت، الشغل في الارياف، بتخبز، بتطحن، بتنزل الارض مع بتنزل زوجها. بتساعد زوجها في الزرع. لا هي هي دلوقتي في الارياف هي مسؤوله عن الاكل والشرب ونظافه البيت. محمد في الارياف كانها في الارياف كانها في المدينه، كانها في القاهره، كانها في اسكندريه. وبالتالي لازم نستوعب ان الظروف اتغيرت، سبحان مغير الاحوال. وبالتالي الحاجه على راي الاستاذ اسراء برضو كل حاله ولها ظروفها. وبالتالي لو الامر فيه ضرر يبقى البعد افضل، لو كان فيه امكانيات ليه. تمام. انا سالت حضرتك سؤال، هل المراه واخده جميع حقوقها ولا عايزه حقوق تانية؟ هو حاليا في الوقت اللي احنا فيه ده المراه يعني ابتدت يكون ليها حقوق، يعني ابتدت لا بقى ابتدت. ليها دور كويس في المجتمع دلوقتي. وكمان عندك الرئاسه دلوقتي، الرئيس السيسي خلى للسيدات بقى ليهم دلوقتي اكتر من 25% من المقاعد في البرلمان بقت سيدات. فدي نسبه كويسه جدا، ونطمع طبعا في اكثر من كده يعني. فاحنا شايفين ان احنا لا بناخد، ابتدينا ناخد حقوقنا وخدناها وبناخدها، يعني حاجه كويسه. ده على المستوى السياسي. على المستوى الاسري، مع المستوى الاسري دلوقتي وقانون الاحوال الشخصيه دلوقتي السيده بتعمل وبتنزل مجالات العمل وبتشتغل. فانا شايفه ان هي يعني واخده حقها، واخده حقها 3 من 3. يعني كويس عليها ان هي بتنزل. امال ايه المطالبات اللي مستمره بقى؟ اعترافها يعني، امال ايه المطالبات كده؟ حضرتك بتعترف ان المراه واخده حقها 3 من 3؟ واخده حقها ان هي تنزل للعمل، لسوق العمل، والحياه مشاركه. ليه دائما بتطلع نبره احنا عايزين حقوقنا، احنا حقوقنا مهدره، احنا ما هو ده في حاله ان الزوج ما بيبقاش حقوقها. ما بقول لك الحياه مشاركه، ده جميع القانون جاي في صف المراه. ما هو جاي في صفها امتى؟ قانون الخلع في صف المراه، قانون المنقولات في صف المراه، حتى لو خلعته بتاخد المنقولات. تمام. يعني ده امتى؟ ما هو ده حاجه في صف إمتى؟ المراه. ما احنا بنطبق ده امتى؟ ان هي خلعاه يعني المنقولات بالتحديد. هو برضه يا استاذ محمد في بعض المنقولات دي حاجه ثانيه. لا المنقولات دي بتاعتها بتتنزع المؤخر بالرغم ان هي خلعه. يا باشا ماشي، ما هو ده المفروض ده يحتاج لتعديل. هل ده عادل للزوجه يا استاذ بدر؟ انا زوجة خلعت، ازاي قائمه المنقولات تبقى ليها؟ يا استاذ محمد ازاي يا استاذ محمد لازم نفرق بين الخلع والطلاق. لو الطلاق عادي للهجر لاي سبب من الاسباب، ما بتتنازلش عن اولا في الخلع بتتنازل عن المؤخر وعن المقدم اللي دفعته، اللي دفع فيها مقدم الصداقه، وتتنازل عن نفقه المتعه ونفقه العده، ما عدا قائمه المنقولات. احنا بنتكلم قائمه المنقولات بقت بتصل حاليا الى 500,000 جنيه. والله روح اسال على المشرع اللي هو عمل قانون الخلع. ما هو ده المفروض يتم تعديل. ما هي المراه واخده حقوقها ماشي يعني. هي احترفت الاستاذه ان الحمد لله بتاخد حقوقها، وبالتالي واحترفت ان 25% من اعضاء البرلمان من الستات سيدات. يعني الحمد لله، يعني الحمد لله كفايه كده. احنا معانا حد بيعترف ان المراه واخده حقها. لا تمام، اصل دائما بس عايزين اكتر برضه. عايزين يعني اكتر. هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ والزوج ياخد حقه، الراجل ياخد حقه امتى؟ هو بعد كده الزوج هينتحر. هو ياخد حقه الزوج. لا الزوج هينتحر بعد كده يا استاذه اسراء. احنا اتكلمنا عن الاحصائيات، كنت متوقع ان في احصائيات. انا بصراحه ان في زوجات
تضرب ازواجها وبهذا العدد الضخم نسبه كبيره وان أوي. مصر تحتل المرتبه الاولى ده السيده المصريه طلعت جبروت قوي جدا ما يستاهل ما اكيد عمل لها حاجه يعني هي أكيد. لا برضه ما هو مش در... مش طب هو حلو ليه هو يضربها لا هو العدل في كل حاجه اللي ما نرضاهوش ليه العدل في كل حاجه بالزبط. الزوجه تعدل مش عايز اقولها انا الزوج تعدى على الزوج ياخد حقه ولكن صعب قوي انك الزوجه تعدت على زوجها الاثنين اصعب من بعض الاثنين اصعب نعم. من بعض ولا هو يعتدي ولا هي ماشي تعتدي. لا ضرر ولا ضرار بس ولكن صعبه يا استاذه اسراء صعبه بس الزوجه وصعب برضه الزوجه المفروض يعني... الست او الانثى تكون فيها رحمه فيها رقه ما توصلش للشراسه دي وهو برضه راجل المفروض يكون عاقل تمام وما يمدش ايده على مراته ما قلناش ان هو يعني زي ما قلنا ولا هو يضرب ولا هي تمام تمام الاحترام اهم حاجه تمام يعني انت الحمد لله معترضه على الاحصائيه وبتطالب يعني بال لا طبعا لا غلط انا رافضه طبعا ان الزوجه تضرب زوجها يعني ليه الامور توصل لكده لا رافضه طبعا الموضوع ده مشكله يا استاذ بدر ان هم يتفننوا يعني الدراسه بتتحدث ان في تفنن في وسائل الضرب انا مش عايز اقول لحضرتك الدراسه بتتكلم عن ان الضرب بيصل اساليب الضرب اللي بتستخدمها المراه الضرب الحزام ادوات المنزل انت بتتكلم على الزوج يضرب زوجته ولا العكس الزوجه تضرب زوجها قول لي بقى الاساليب كده عشان يعني عايز انا بقرا كده وبحضر كده انا من الحزام يعني مكسوف ولا اضحك ولا ابكي ولا ده الحزام ادوات منزل الحذاء واحيانا باليد واحيانا بتلجأ للعض اكيد عمل لها حاجه اكيد عمل يستاهل وبتستخدم وبعد الازواج بتستخدم الحبوب المنومه طب يعني هو ما بيدافعش عن نفسه خالص تلاقيه ده بقى المنومه بقى تضربه بقى تعرف هو تستخدم ادب هو هو مش ليه ايدين يدافع عشان تسيب اثار في جسده لا حول ولا قوه اشكاليه اكبر بقى ان ان كل ما تحدث ان دي الاحصائيه الحقيقيه لان في رجال كتير يعني بتتكسف مش معروف طبعا ان معروف ان لا مش كل حاجه السيد يا ينفعش الراجل يشتكي يا استاذ محمد في حاجات احنا في الرجاله بتتبسط ان هي تنضرب داخل البيت وخلاص ومفيش في حاجات بص يا سيد جوه سيد بره بس جوه بص يا استاذ محمد في حاجات بتتقال وفي حاجات ما بتتقالش احيانا على رايك ممكن الاحصائيات دي ممكن ما فيهاش دقه ليه هل ده هما بيقولوا العدد اكبر الراجل مراته تتعدى عليه ويروح يقول لقرايبه ولا لاصحابه ده هيتفضح ده هيتفضح يعني هياخد الضرب ويسكت من زوجته ومن المسخره عليه من بره للاسف يعني الحساب دي ممكن ينقصها الدقه شويه لا. مش كل راجل بيتضرب ما هو بيقول مش كل الازواج بتقول هاي طب مش كل الازواج ده عم بيقول لك العدد ممكن يكون ممكن ازيد من كده يعني بياخد الضربه ويسكت احنا بقى المفروض نسن نطالب طب ما طبعا كده والسن كله كده يعني طبعا ونطالب المفترض في الانثى المفترض في الانثى الرقه والرومانسيه رقه مين لما الاقي يوصلوا 28% يعني المرتبه الاولى يا استاذ محمد انت لو تفتكر من حوالي 15 سنة كان في فيلم المرأة والسطور الزوجة استاذة نبيلة عبيد اللي هي ضربت موتت زوجها وقطعته وحطته في كياس كان الظاهرة دي كانت الجريمة دي كان جريمة فريدة على المجتمع المصري ان زوجة تقطع جوزها وتحطه في كياس نايلون وترميه ده جريمة بشعة انا مش دي مش انثى خالص للأسف بعد كده الامور الحالات القتل بهذا الاسلوب كترت لازم يا استاذ محمد نعرف انا اكد لك ان في دراسه هضرب كده برضه لازم نعرف ان للاسف الامور مش متعلقه بالعنف بين الراجل والست او الزوج والزوجه لا المجتمع ككل اصبح العنف هي اللغه السائده العنف بين الاصدقاء العنف في العمل العنف في انت ممكن تبقى ماشي كده في حالك واحد يخبطك كان زمان يخبطك ولا يزقك كان زمان يقول لك معلش لا مؤاخذه انا اسف بجح. دلوقتي يخبطك وماشي في الطريق ولا في دماغه خالص استنطاع كل حاجه تقولها وحشه موجوده للاسف مش عارف القيم راحت فين المبادئ فين الاحترام فين الاخلاق الكلام ده في خلال 15 سنه والله كان قبل كله كده كله اتغير فعلا للاسف انا ما حضرتك كان العنف مش متعلق بالزوجه فقط احنا كان في عادات وتقاليد موروثه دائما اتغيرت ايه السبب في هذا التغير هل الاعلام ساهم بنسبه كبيره والتلفزيون التقدم اللي احنا فيه دلوقتي التقدم التكنولوجي وبالنسبه لوسائل الاعلام وسائل التواصل الاجتماعي دي انت شايف حضرتك برضو بيوجه ان احيانا بتكون السبب في العنف واحيانا بتوصل لجرائم القتل لانها بتسبب في نسب شك من الازواج الخيانة طبعا دلوقتي في خيانة زادت جدا الزوج بيخون على وسائل التواصل الاجتماعي دائما الزوج هو دائما لا وفي زوجات برضو بس بتعمل كده ليه هو طبعا الغلط غلط يعني بس المفروض احنا ما نوصلش الامور لكده
بس برضو نرجع نقول ان وسائل التواصل الاجتماعي سببت خراب بيوت كتير يعني. دي حقيقه ده. يعني انا معاك فيها. بص يا استاذ محمد، هو الاعلام، هل انا لسه هسال حضرتك، تمام، دايما التلفزيون بيردد او السينما بتصدر مشاهد انا خلينا في حضرتك بالخيانه الزوجيه، هذا المشهد بيصدر دائما ان من حق الزوج اللي بيخون يعني يخون، وان الزوجه ما بتخونش، لا او ان الزوجه ممكن يعني بتحطه زي ما انت خنت ممكن انا اخون زيك. لا ما ينفعش تعمل، ما انا بتكلم في التصدير ده. التصدير ليه بيتم هذا التصدير يعني؟ ليه ما بيتمش المعالجه؟ يبقى احنا المفروض نركز بقى ان وسائل الاعلام ان هي ما تصدرش الصوره دي، يعني ان ما ينفعش ان هي تقول زي ما الزوج خان الزوجه تخون، فده غلط، لازم نغير المفاهيم دي. يعني ده يرجع لدور وسائل الاعلام. احيانا وسائل الاعلام بيكون للاسف المفترض في وسائل الاعلام بيكون لها دور ايجابي في النصيحه، في نصيحة الأفراد، نصيحة المجتمع. أحيانا من ضمن وسائل العنف أو أسباب العنف في ضد المرأة أو ضد المجتمع عموما الأفلام بتاعت العنف دي، فيلم الألماني والكلام ده، أحيانا بوسيلة الإعلام أو الأفلام أو المسلسلات بتطلع الزوج اللي بتعدى على زوجته وبيضربها ضرب مبرح بالعصا، بالسكاكين، بأي آلة حادة، بتطلعه على أساس أنه إنسان قوي. لا، ده خطأ كبير للأسف. ده وسيلة الإعلام بتشترك أو بتحض نموذج سيء، بتحض الشخص أو المجتمع أنه يستخدم العنف ضد الزوجة على أساس أنه ده راجل قوي، وده للأسف ده غلط. ده من ضمن أسباب العنف في المجتمع برضو وسائل الاجتماع وسائل الإعلام. في اتهام بيوجه دائما للمدافعين عن المرأة أن هم ساهموا في هذا العنف، أو أن هم يعني فتحوا عين المرأة في ان هي يعني ما تسلمش بالامر الواقع، او ان هي تتفاهم مع زوجها. لا، ان عمل لك كده روح اشتكي، ان مدد عليك لا لازم تعرفيه حقه، عندك الخلع لو مش عاجبك العيشه معاه. الحاجات دي ما كانتش موجوده قبل كده، الحاجات دي كانت دائما يقال للزوج استحملي عشان بيت، عشان اولادك، وعشان اولادك من سيره هيتعدل. يعني في اتهام بيوجه برضه ليكم. لا، بس انا مش مع ان الزوجه تتسرع في ان هي تروح للقضاء وللقواضي. ما حضرتك اكيد متابعه برامج تلفزيونيه وبتشوف اللي بيحصل فيها، مين المدافعين عن السيدات. اكيد السيدات عن السيدات، اكيد طبعا مدافعين عن السيدات بيتكلموا بطريقه غريبه لو جدا. لو في اطفال في اطفال لازم الاول نحاول نصلح، يعني نخلي القضاء ده اخر مرحله، اللي هي ان الزوج خلاص ما فيش منه فايده للاصلاح، فخلاص فاحنا ننفصل عشان نفسيه الاولاد. هو امتى الزوج ما يكونش فيه منه فايده للاصلاح؟ ان هو ما عندوش قابليه لده. يعني هي تتكلم معاه مره واثنين وثلاثه وعايزين نبقى كويسين، عايزين حياتنا تبقى كذا وكذا وكذا، هو مصمم على اللي هو فيه خلاص. يبقى لازم ننفصل. هو مصمم في المشاكل، مصمم في ان احنا ماشيين في سكه كده يعني اللي هي غلط مشاكل دايما والكلام ده، فخلاص انا في الحاله دي اقول لها لا انفصلي، خدي حقوقك منه. في حاله استحاله العيشه، في حاله استحاله العيشه ان هو مش بيغير من نفسه. كلمه خير لحضرتك عشان الوقت انتهى للاسف. تمام. وقتنا انتهى للاسف. كده خلص؟ كلمه اخيره توجهها للمراه وللزوج. اقول للمراه يعني ما تلجاش للقضاء زي ما انا بقول، تحاول الاول تصلح من حياتها ومن زوجها وتخلي القضاء ده اخر حاجه. وللزوج يتقي ربنا في زوجته وفي اولاده وفي بيته. استاذ بدر، ربنا يوفق. نعم، ربنا يعني ربنا يوفق ويهدي الزوج والزوجه. ربنا يوفقك. واخر حاجه طبعا انا اتشرفت ان انا مع حضرتك. انا اتشرفت جدا. انا في نهايه الحلقه يعني بشكر حضرتك الاستاذه اسراء محمود عضو القاضيه الشبابيه لمحامين مصر، والمستشار بدر عبد المحسن المحامي القانوني العالي ومجلس الدوله. كانت حلقه حلوه ان الحلقه تكون حلقه جميله جدا. وبشكر مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، على امل ان نلتقي في لقاء اخر. تصبحوا على خير.